فالاستاذ عصام الاسلمبولي الفقيه الدستوري والمحامي بالنقد، برحب بحضرتك معانا استاذ عصام. اهلا استاذه، اهلا بيكي وبسياده النائبه. اهلا بحضرتك. طيب احنا زي ما حضرتك شايف طبعا في مجموعه ما زالت مع الراي اللي احنا تناقشنا فيه مع حضرتك من الاول انه هذا القانون غير دستوري. احنا ما كناش عاملين امل كبير على فكره انه لا يقر من البرلمان، هو اقر دلوقتي. ماذا بعد اقرار هذا القانون بهذا الشكل اللي مع العلم الناس مبسوطه بيه بتقول طب نجرب؟ فراي حضرتك القانون ايه؟ شوفي، طبعا انا مقدر ليه الناس مبسوطه، لانه بتدفعي زمن قدره ما يقرب من 160 عاما. كان هناك اضطهاد وظلم شديد، لانه كان بيطبق فكره الخط الهاميومي، وبالتالي المساله كانت متردية لاقصى درجه. تمام. انما كان يتعين ان نلتزم بما جاء في الدستور. نمره واحد، الذي كان عليه أن يصدر هذا القانون، بمعنى أنه يعد مشروعه ويعد بنوده ومواده ويعرض من قبل أعضاء مجلس النواب. ولهذا لما جه النصوص الانتقالية حجزت، وبقول كلمة حجزت، هذا القانون، وقالت أن مجلس النواب عليه أن يصدر قانون لبناء المسائل لبناء الكنائس. وليس معنى أن يكون الدستور بيقول يصدر قانون لبناء الكنائس انه يحل بالضروره ان يصدر قانون باسم قانون بناء الكنائس، وانما كان يقصد المشرع الدستوري انه ان يخرج هذه المساله من حيز الكتمان عليها والصمت عليها مده 160 سنه، عشان يعطي حق الاخوه المسيحيين ان يقيموا صلواتهم وشعائرهم وان يبني ان يبنوا كنائسهم الخاصه بهم. فكان يتعين ان يصدر قانون لبناء دور المعابد موحد سواء كان مسلما او طب مسيحيا. ما هي احنا لم ندرك انما هذه للاسف الشديد، الجمله يعني اكمل استاذ كلامي عصام استاذ، اتفضل. انما للاسف الشديد طرق الامر للحكومه مره ثانيه ان هي اللي تعد المشروع القانون وتقدمه في المجلس والنواب ومجلس يناقش. ودائما دائما لما يجي قانون معد من قبل الحكومه وليس من مجلس النواب، دائما الحكومه بتبص بزاويه اخرى وبمنظور اخر، وبيغلب عليها جانب امني قبل ان يغلب عليها اي اعتبار اخر. دي نمره واحد. نمره اثنين، اذا كان انت النهارده بتصدري قانون يحمي قانون بناء الكنائس، تنظيم بناء الكنائس، فانت بتقنني فعلا التمييز بين المواطنين، بتقنني ان المواطن في مسلم وفي مسيحي، بقنني ان في مواطن درجه اولى ودرجه ثانيه، وهذا اعتقد مخالفه صارخه للمبدا القانوني اللي قام عليه المبادئ القانونيه اللي قام عليها الدستور، وهي الدوله المدنيه والدوله الحديثه، دوله المساواه، دوله تكافؤ الفرص، دوله عدم التمييز. وبالتالي انا حزين ان يبقى القانون بهذا المسمى. تمام. يعني ممكن نختلف في تفاصيل المواد، مش مشكله، وتتعدل زي ما بتقول الاستاذه النائبه. انما لما اجي اعمل ده، فانا كده يبقى هنا ما اجي اعمل بقى مدارس بقى للمسلمين، واعمل القانون لمدارس المسيحيين، واجي اعمل مستشفيات للمسلمين، واعمل مستشفيات للمسيحيين، وهكذا. هذا الكلام انا بعتقد انه مضر جدا بمبدا المساواه وتكافؤ الفرص، طيب. مضر بمبدا المواطنه. ولهذا ده كان تحفظي الاساسي على امرين، مسمى القانون، وان صدر او اعدته الحكومه لم يعده النواب، على الرغم من ان الدستور كان بيلزم مجلس النواب ان هو اللي يعمل هذا القانون. طيب يعني يبقى من هذا المنطلق ممكن الطعن على عدم دستوريته. طيب ايه الاجراءات اللي بتؤخذ؟ لاني لما سالت على الموضوع ده سمعت كلام كتير، اتقال انه لا لازم يتطبق، لازم نستنى 6 شهور. ايه اللي المفروض يتبع؟ ننتظر 6 شهور؟ ما اعرفش ليه. نعم. 6 شهور نستناها على القانون، انتظار 6 شهور علشان بيقطع حضرتك الصوت بيقطع. بقول لحضرتك لقيت البعض بيقول لازم الانتظار 6 شهور عشان يتم رفع دعوة. ايه اللي قال كده؟ ما انا بقول لا، ما انا عايز افهم بقى. ما انا فور فور صدور القانون وسهل تطبيقه. ايوه. يجوز لاي مواطن ان يقدم طلب الى الجهة الادارية عشان يبني كنيسة مثلا، او يستطيع باي نص من نصوص القانون، فمن حقه يطعن عليه بعدم الدستوريه.
يعني لازم المحكمة الأول هنا يكون في طلب يا أستاذ المحكمة عصام؟ يعني يدفع بعدم دوسرية المادة، فالمحكمة اللي بتنظر القضية إذا رأت أن هناك دفع جدي في هذه الأمر إنها تمهله الفرصة بأن يقيم دعوى أمام محكمة دستورية، أو ربما المحكمة نفسها تحيل الأمر للمحكمة الدستورية ويدفع أمام المحكمة الدستورية. طب انا عايزه بس ففي اعرف ست انا شهور فهمت ولا سبع صح، شهور ولا كلام من يعني حضرتك لازم الاول يتقدم طلب لكنيسه ويتم في عرقله ولا من غير؟ يعني لازم يبقى في ايوه حالة مطروحة أمام محكمة أيا ما كانت المحكمة، محكمة القضاء الإداري أو المحكمة العادية، وغالبا القضاء الإداري حاله طعنا على قرار بعدم السماح بعين في هذا القانون بيعطيه للمواطن، عندئذ يجوز ان هو يطعن بعدم التصريح. قلت لحضرتك المحكمه لو قدرت جديه الدفع تمهله هذا الحق تديله الحق انه يروح المحكمه المصريه، او ربما المحكمه نفسها من تلقاء نفسها تحيله اذا ما وجدت ان بالفعل هناك شبهه عدم التصريح على النص. لكن من قبل ما يحدث انه في حاله بعينها ما ينفعش الطعن على عدم الدستوريه لما يجي على القانون اعتبار يطبق عليا ابقى عندي صفه وعندي مصلحه، تمام. صفه ان انا مدعي ومواطن ومصلحتي انه النص يتعارض مع مصلحتي، عندئذ الدعوه تبقى مقبوله من حيث الشكل، وبعدين ادفع بعدم دستوريه النص الماده، فالمحكمه تدرس مدى جديه الدفع، واذا وصلت الى جديه الدفع نعمل الاجراءات اللي قلت حضرتك عليها. تمام. طيب هو من البدايه كده حضرتك شايف ان طبعا في مواد دستوريه في القانون، مواد في الدستور عفوا بتحتم عدم نعم. التمييز، هناك مواد في الدستور بتؤيد عدم دستوريه هذه أنا الماده بهذا المسمى القاس. في حد ذات المسمى القانوني فيه عدم تمييز، أو أقصد فيه تمييز. تمام كده. يعني عموما يعني احنا كده متفقين على انه فعلا من البدايه قصه الاسم، وانه للاسف هذا طبعا الماده التنظيميه اللي كانت محطوطه في الدستور اللي اتبنى عليها هذا الامر، واتقال انه كده ما ينفعش يبقى قانون عباده دور عباده عموما ولا موحد، علشان اتقال في الدستور انه الفتره الانعقاد او دور الانعقاد الاول لازم يطلع لا يا بقانون استاذ، الكنائس. كان الغرض النص في الدستور ان يقول ان انا الاول للاخوه المسيحيين ان ياخدوا حقهم، مش ان هو ينظم بنظام خاص عن المسلمين. تمام. في النهايه ده دور عباده سواء مجتمع او كنيسه. صحيح. عموما انا بشكر حضرتك. يعني نعم ما اتفضل. هنا القواعد الحاكمه هنا. تمام. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عفوا عصام سيدي. الاسلمبولي.